هذا ويواصل الدفاع المدني على مدار الساعة جهوده من أجل حماية السلامة العامة ونشر ثقافة التوعية في هذا المجال. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني 2018 والذي يقام تحت شعار المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة للتأكيد على التوعية والثقافة الأمنية في مجال السلامة العامة. يواصل الدفاع المدني النهوض برسالته الإنسانية النبيلة المبنية على حماية السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين في إطار دوره الرائد في حماية الأرواح والممتلكات وصون المقدرات الوطنية، الأمر الذي يكتسب أهمية مضاعفة في ظل الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني 2018 والذي يعقد هذا العام تحت شعار المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة. لقد تم هذا العام شعار الاحتفال باسم المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة، وهذا يدل على إدراك القائمين على المنظمة الدولية للحماية المدنية لدور المؤسسات التعليمية في رفع مستوى الوعي الوقائي لدى كافة شرائح المجتمع وبناء وإعداد جيل من أبنائنا يؤمن إيمانا مطلقا بثقافة السلامة التي تنعكس على الحد من المخاطر والخسائر في حال وقوع حادث لا قدر الله. يحمل هذا الشعار الكثير من الرسائل والدلالات، فالمؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ومعاهد لها دور مهم في نشر ثقافة السلامة بين أفراد المجتمع، والذي يعد بدوره عاملا مساعدا في رفع معدل الاستعداد والجاهزية لدى منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني، حيث يعد المجتمع والحالة هذه شريكا رئيسيا في تعزيز السلامة العامة. مكتب العلاقات العامة بالإدارة العامة للدفاع المدني يقوم بعديد من الحملات التوعوية اللي تخدم الصالح العام وتثقيف المواطنين والمقيمين على مملكة البحرين بأمور السلامة وحماية الأرواح والممتلكات في العديد من الحملات. ومن هذه الحملات حملة نقوم فيها في البار أو موسم التخييم، الحملة اللي تصير في برك السباحة، وأيضا هناك حملات في المصانع والمستودعات، وهذه الحملات تسهم في تثقيف الناس وأيضا تحافظ على سلامتهم وزيادة الوعي، يقلل عندنا المخاطر وإصابة المواطنين أو المقيمين. في الإدارة العامة للدفاع المدني يوجد قسم مختص مسمى مدرسة الدفاع المدني لتدريب الأفراد المستجدين لقسم الدفاع المدني، بالإضافة إلى تدريبات لرفع مستوى جاهزية أفراد الدفاع المدني، وتوجد تدريبات في المراكز لرفع الجاهزية والسيطرة على البلاغات والحوادث. رصيد الدفاع المدني ممتد منطلقا من سرعة التدخل والكفاءة والقدرة على تنفيذ عمليات الإنقاذ والإخلاء، وإحصائيات العام 2017 تؤكد ذلك بلغة الأرقام، حيث تلقت الإدارة العامة للدفاع المدني 8143 بلاغا تنوعت بين بلاغات المنشآت الخاصة والعامة وبلاغات الإنقاذ والمساعدة والخدمات، ما يعني في الأخير أن الدفاع المدني ماض قدما في أداء مهامه النبيلة ضمن مسيرة العطاء والتضحيات.
افتتح